كك الحمد لله والشكر لله، ولكن ملي ما تقلبت حياتي راسا عن عقب. من بعد اخويا جيت كريت، بقيت بوحدي جيت كريت. بنادم اللي كيشوفك بوحدك كيحقرك، وزاد كمل كيقول لك انا غتاخدي الماء بالعبار، تاخدي بيدوزه ديال الماء. هاد بيدوزه الماء واش ندوش بيها؟ واش نصبن بيها؟ العشرة ونص عفوا ديال الليل خرجت كنقلب على الكره، تالفه كنت ناعسه، كنت ناعسه ونعسه ولدي، جا ضرب الدفه باق باق ويدز رجله وقلا براق. المشكل اللي عندي مع السيد اللي انا كاريه عنده، عذبني العذاب الاليم، كيتخلص كراف كل شهر، وجابنا تال دقيقه 90 حيد لينا الضو، خلانا في الظلمه، ومازال كدافع بالقوه ودافع بالجهد، ونورمالمون هو شحال هذا هو حقرني بزاف بلا قياس. واخا اسمحي لي نقاطعك، عاودي لنا من الاول كيفاش كنتي عايشه في الاحتساب؟ عايشه بخير وعلى خير، كنت عايشه بخير وعلى خير في حياه الزوج ديالي، كنت الحمد لله، كنا خدامين، كنت الحمد لله والشكر لله، ولكن ملي مات تقلبت حياتي راسا عن عقب. كيفاش سمعنا باش نوضحوا للناس كيفاش مات في كورونا؟ مات في كورونا، خلاني الله حامله صافي. ومن تما كما كتعرفوا راه الناس اللي مجربين والناس اللي مزوجين والدين راك عارفين المسار ديال الحمل كيفاش كيدوز، وجاتني صدمة على صدمة، ما جاتني شوية قاسحة، والحمد لله المهم مريت من ديك الصعوبات. من بعد اخويا جيت كريت، بقيت بوحدي جيت كريت. بنادم اللي كيشوفك بوحدك كيحقرك صافي. بقاو الناس اللي كانوا كيخلصوا عليا، الصراحة هما المحسنين كانوا كيخلصوا عليا هاد المدة كاملة ديال الكرة. من بعد هاد السيد طاغي بلا قياس، عندو الموضوع كيتسالو ما علمناش وما قالناش، ودي راه خاص راه كيتسنى الموضوع. جابنا تلت دقيقة 90 وحيد دولي المكان، هو كيقول دولي ليه المكان، ليدك دات ليه المكان. حنا ولينا كنشعلو الشمعة عباد الله، راه غنقول انا داك الشمع اللي غنشعلو وغنضرب جوج شمعات في الليل، وماشي في الليلة كاملة غير تال 11 ديال الليل كتمشي الشمعة، راه عارفين الناس الشمع صغيور شحال داير 30 ريال الوحدة، راه ديزافية راه 30 ريال لي كوشة، راه الناس اللي سميتو راه عارفه راه 30 ريال لي كوش، راه الكبيره فيهم دايره 40، هذه غير الطايه 4 دايره 30، والطايه 5 دايره 40 ريال. واش نتوما ما كنتوش كتخلصوا؟ كيتخلص هذا السيد، هو اللي كان ما كيخلصش، هذا السيد كان كيتخلص ديما، هو ما كانش كيخلص. دابا قطعوا عليكم الضو دابا مثلا بالليل، ولدك كيفيق ولا شي حاجه؟ ولدي دابا راه الرعب نايض فيه، ولدي دابا الرعب نايض فيه مسكين، دابا كيضرب الليل كنمشي نشعل الشمع وكيتحشى فيا وكيزيد يغوت، كيبات يغوت حتى الصباح، كيبات يغوت حتى الصباح. علاش المشاكل باش تقطع؟ خويا هو عنده مشاكل، هذاك الشيء كيبقى شغله. نهار الاول تاع عندك مشاكل ما تدخلش الكرايه في هذه المصيبه هذه، ماشي انت ما عندكش مشكل وعندك فين تمشي، ولكن حنا فين غادي نمشيو؟ خصوصا انا فين غادي نمشي؟ انا فين بغيت نمشي؟ انا دابا معرضه في الزنقه صافي، الله يعاونها. حيت واش تولي تخلص وانت ما عندكش الضو؟ وزاد كمل كيقول لك انا غتاخدي الماء بالعبار، تاخدي بيدوزه ديال الماء. هاد بيدوزه الماء واش ندوش بها؟ واش نصبن بها؟ واش نغسل بها لولدي؟ واش ندوش بها لولدي؟ واش نشرب منها؟ واشنو غادي ندير بها؟ وعلاش هاد السيد وصلت بها الحقاره الى الدرجه؟ راه هاد الحقر اللي وصلت بهاد السيد، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. واش كيدير معاك هادشي باش يخرجك من الدار؟ باللي بغيت تخرجني ما تدخلنيش نهار الاول، اللي بغيت تخرجني من نهار الاول. اسيدي انا حنا غنخرج لك، انا راه ما كندخلش شي دار باش نبرك فيها، راه عكاريه وغدا في حالاتي، حتى واحد ما عارف رزقه في كين، كاريه اليوم سهل الله غدا في بلاصه اخرى نمشي في حالاتي، ما كنبقاش انا في ديور الناس، انا راه عكاريه راه ماشي ملكي باش نبقى فيها، عكاري. وزيد انا كاريه مع لا ورقه لا نصا، واخا نكون كاريه بالوراق راه توصل الاجل وكنمشي في حالاتي.
ما توصلش حق عربيك هذه حتى للدرجه. شنو اللي بديرو ديرو مع ولادك، ديرو مع الناس اللي كتعرف، لي اقرب ناس ليك. اما البراني راه كيبقى عبراني، راه كاري عندك اليوم غادي في حالته غدا. واخا في الكواليس قلتي لي بلي تهجم عليك تهجم عليا وجا ليا معاها جوي العشرة لونص ديال الليل. اقسم لكم بالله العلي العظيم الا خرجه مال 10 ديال الليل، العشرة ونص عفوا ديال الليل، اللي خرجت كنقلب على الكرة تالفة. كنت ناعسة، كنت ناعسة ونعسة ولدي جا ضرب دفة باق باق ويدز رجله وقلا براق. او تانا ولدي غوت من بلاصتو، كان ناعس مسكين غوت من بلاصتو، وانا غوت ليا الرعب في ولدي، ولدي نوض فيه الرعب، ولينا عايشين في الرعب. اقسم لكم بالله العلي العظيم الا ولينا عايشين في الرعب، الرعب مع هاد السيد حشومة كاع. واش هاد السيد ما في قلبوش كاع الرحمة؟ راه عيب عيب. انا كانوا كيخلصوا عليا الناس، كانوا كيخلصوا عليا المحسن، كيخلصوا الكراه، كيجيه في الوقت كياخذوا ياك. بحال ما كاملي كتجيني بريكول، كنمشي ندير ميناج، مره نبيع الخبز، مره هكا مره هكا، المهم كنجيب القوت ديالي اليومي. لكن دابا وصلات بيا اللافه، داكشي اللي عايش به على قد الحال ما عنديش باش غنوض ونخرج لبلاصه اخرى. انا بغيت دابا شي بلاصه، شي كراج، شي اي بلاصه اللي نحط فيها حوايجي نامنهم، تنقلب على راسي. شوفي ولدك بلي كيضيع هذا الشيء، هذا كيضيع عليا ولدي. ولدي مريض ليا، ولدي اصلا مريض، ولدي اصلا راه مريض. لا سميتو ديالو تعطيكم العربون. واش مريض ولدي؟ خاصو عمليه. ولدي خاصو عمليه على لسانو. وما قديتش ديرو؟ قديتش نديرها، ما عنديش باش نديرو، طلبوني الفلوس كثيره وما عنديش باش غنديرها. اللي كذاب يجي يشوف، راك شتيه. لاصق لي لسينو، ما عنديش كاغ، ما كيخرجش الهضره اصلا. هو مازال ما كيبقى ولد، كيبقى في كل داك المكتوب بزاف بزاف. خلوني مع مشاكل، وخلوني مع وليدي، وخلوني مع بزاف ديال الحوايج، خلوني مع هادشي اللي همي لي انا فيه، وزاد كمل عليا تا هو. حشوم راه ولد بحال ما هذا يضيع في الزنقه، راه لا يعقل لا يعقل عباد الله. واش كتشوفي يعني بلاد الناس كيستغلوا الفرصه، ما كاين معاك حتى شي واحد باش يحقروك؟ استغلوا الفرصه، استغلوا الفرصه من طبيعه الحال. وحده ملي كتكون بوحدها كيستغلوك، يستغلوا ديك الفرصه ديال ديك نقطه الضعف انها بوحدها، وكيحقروها مال الاخر. باش نكونوا واقعيين، دابا انتيا شنو غدير؟ ما كنعممش، وانما كنهضر مع كاينه واحد الفئه، وخصوصا حيت بحال ما هذا السيد جاهل، ما نقول لكم شوعي، وانما جاهل فيه ديك الجهد وديك العنصريه، وتخسر الهضره، ما عندوش واحد الاحترام مع الكاري. و... معاك الهضره؟ كأقسم لكم بالله انا كنقول له كنحلف هادشي نهز على رقبتي، كيخسر معايا الهضره. واللي قال له لا هادشي راه كلشي باقا مسجل عندي في التليفون، هادشي مسجل عندي شنو كيقول، كيخسر الهضره. واش كيخسر الهضره تحرش ولا معيور؟ دابا ما كاينش شي يهضر معاك باداب، خاصو اللي يهضر معاك يقصر معاك من الهضره والحزام والتحت ديال الفاعله يا الصانعه سيري. المهم شي هضره ما تقبلش، ما تقبلش والله ما تقدر تسمعها. بغيتي تبدلي انت هذيك العتبه؟ بغيتي تبدلي؟ بغيت وراه اصلا خاصني نبدلها. دابا راه ما بقى عندي تغطيه، راه دابا جابنا حتى الدقيقه 90 وقال لنا يلا يلا سيروا دبروا راسكم. دابا ماشي حقد هذا، ماشي حق حقاره هذه، ماشي مصيبه عظمه هذه. حتى واحد ما تدخل، حتى واحد زعما ما جي جاب الخبار زعما، ما فهمتش ما فهمتش انا. هاد ليديك اللي كتخلي هاد المده كلها والناس كيتسالوا، ما انا بعدا ما فهمتش هاد ليديك اللي دارت هاد الحاله كلها. رساله ديالك للمحسنين اللي كيتفرج اليوم، كنادي المحسنين نقول لهم اللي عنده شي سكينه، انا بغيت غير فنستقر حتى ندبر على راسي. انا ما شدش ديور الناس، وما غنبركش في ديور الناس، واللي باغا يدير شهاد راه يمشيو معايا الاعلام ويوثقوا هذا الشيء، حتى ندبر على راسي ونخلي لكم السكن ديالكم. دبروا عليا شهر يا شهرين بين ما دبرت على راسي ونخرج في حالاتي. صافي هذا الشيء اللي بغيت انايا.